اليوم بتاريخ 15/1 ثوار محافظة بابل قطعة والجسر مال الثورة ذهابا وإيابا بحماية من القوات الأمنية، ونطالب من أهلنا في محافظة بابل إنه يتعاونون ويانا. هسه حاليا الجسر مقطوع وراح يتم نسب القيام هنا. صالهم تقريبا 100 يوم ومطالبهم ما تحققت، لذلك راح يبدون بالتصعيد السلمي بسد الطرق والجسور كذلك. عاش العراق، عاشت الثورة إن شاء الله.